تيسمسيلت ولاية تقع غرب الجزائر في منطقة الهضاب العليا. تتكون أراضيها من مناطق جبلية ممثلة 65% من إجمالي مساحة الولاية، إلا أن هذه الولاية عرفت العزلة والحرمان من أبسط ضروريات الحياة لسنوات طوال. فعلا من بين التزامات رئيس الجمهورية هو تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وقد كان شهدنا التفاتة العام الماضي لولاية خنشلة، وهذه السنة ولاية تسمسيلت التي كانت تحتاج إلى التفاتة قوية من السلطات العليا للبلاد. ملف تنمية مناطق الظل يعتبر من الملفات التي تصدرت أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمر الذي جعل من تيسمسيلت تتصدر قائمة الولايات التي ستشهد تحولا سنة 2022 بقرار وتعليمات من رئيس الجمهورية. بتعليمات سامية من السيد رئيس الجمهورية اجتمعت الحكومة نهار اليوم الأربعاء 30 نوفمبر بمقر ولاية تيسمسيلت، وهذا لتجسيد البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لهذه الولاية التي تعاني كما تعلمون من تخلف في التنمية. وهذا البرنامج الهام، البرنامج التنموي التكميلي، سوف يساعد على إحداث نهضة اقتصادية اجتماعية. غلاف مالي يقارب 100 مليار دينار جزائري وقرابة 90 مشروعاً في كل المجالات، منها قطاع الأشغال العمومية، الموارد المائية والمنشآت الكبرى، كل هذا بهدف فك العزلة بصفة نهائية عن ولاية تيسمسيلت وضمان توفير المياه الصالحة للشرب والري. مجموع المشاريع يقارب 90 مشروع في كل المجالات، والغلاف المالي يقارب 100 مليار دينار جزائري، وهو غلاف هام وهام جدا بالنسبة لحجم الولاية. فأول القطاعات الذي استفاد من عدد هام من المشاريع هو قطاع الأشغال العمومية وقطاع المياه والمنشآت الكبرى. الشيء المميز في هذه الالتفاتة ليس فقط هو حجم البرنامج أو الغلاف المالي الذي قارب 100 مليار دينار جزائري وهو مبلغ مهم جدا، كذلك حجم المشاريع اللي عنده علاقة مباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن من خلال تهيئة البنية التحتية. هو مبلغ مالي كبير وفرته السلطات لتجسيد وتحقيق النمو لولاية تيسمسيلت، على أمل أن يرى سكان هذه الولاية النور في مدة لا تتجاوز 36 شهراً.